جزائريون من مختلف جهات الوطن يولون وجهتهم نحو شرفات غوفي السياحية. السياحة الداخلية تنتعش. الجزائر تتمتع بمناظر خلابة رائعة، كأنك ترى يعني الصور والفيديوهات والمناظر الطبيعية اللي فيها توحد الله عز وجل. الجزائر صبهات الهاث حلا أكن تقارن الشاويث أكن قارن كل استقبالي ذي الحاجي تاع الدن ماضي 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 ماضي. دابيتود حنا العطل والسياحة ديما في الخارج، وعمرنا ما كانت أنا شخصيا عمرني ما كانت عندي ليدي باش نطالع على المناطق. جمعيات ووكالات معتمدة تنظم رحلات سياحية نحو المواقع الطبيعية والمبتغى اكتشاف جمال الجزائر. الأسعار بين الوكالات أن تكون تنافسية وأسعار معقولة كي يستطيع المواطن أن يزور جمال هذه البلاد. ما تواليض لي بالكون تقوفي الله يبارك من تروح وين دنيض نا تيم قاد نا ثباث نتنا أرب السكرة. ماذا بينا تكون أمور كما هذه في بلادنا باه نشجعوا السياحة وتكون نشاطات كثيرة. الشيء اللي شفته اليوم إلي فريمون امبرسيونون، هذا ما يشجعنا في الكشف هاد المناظر الجميلة والخلابة. الدعوة إلى المحافظة على المواقع الطبيعية يتقاسمها هؤلاء السواح. ومع الأسف أنا نشوفوا فيها يعني راهي في تدهور شوية، ونتمنى أن السلطات يعني تهتم شوية بالمنطقة هذه. ميغما وكتفرعرة أما الدولة أما الشاب وأنا بامي لي موايان جوستومون يثمرث. كاين شي صوالح حنا في التراث لازم يتهلاو فيهم، خاطش هذه المنطقة كيما نحوسوش بلادنا وما نديكوفيوش بلادنا ما عندناش وين نروحوا. جمال الجزائر لا يضاهى، ومغادرة شرفات غوفي لن تكون قبل أخذ تذكار مع صاحب هذا المحل.